كيف طلعنا من فلسطين؟ بقول لك كيف طلعنا. سقطت الناصري وسقطت حيفا وسقطت شفا عمر، ثلاث صفورية طوقوا الكم البلد اللي احنا فيها صفورية. قالوا يا جماعة بالبكرافونات بالطيارة من فوق تضرب والمدافع تضرب، وطوقوا يما البلد صفورية. مين؟ اليهود. وقفوا يما على القبور، صاروا يما بالمكرافونات عن هالشكل ينادوا يا فلسطينية يا صفورية اطلعوا من بيوتكم وتقعدوا تحت الزيتون، الصبح بتعودوا على بداركم بس إسا اطلعوا بس فرغوا البيوت. طلعنا بين الصبر من بين العالم، خايف العالم الطيارة من فوق تضرب ويلا ويلا ويلا، وإحنا ما سمعناش هذا الشيء ما شفناه. هيك صرنا الرج إشي خرق تحت الزيتون وإشي يطلع لبرا على البلاد هاي اللي حوالينا. قعدنا يما بيجي جمعتين وأكثر، رحنا على أم جبين ولين يما عاملين بركة مي هيك محشورة والبلعط هيك بالعبيها بدنا نشرب. صرنا نحط المناديل على البركة المي ونشرق نطفة مية، هاي طلعتنا، هاي أول طلعتنا من شان كنا نبل قلوبنا، هاي طلعتنا من فلسطين.